معنى الاعتكاف لغة وشرعا. الاعتكاف لغة الحبس والملازمة والإقامة على الشيء. الاعتكاف شرعا الإقامة في المسجد بنية مخصوصة. ما حكم الاعتكاف؟ حكمه سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. والاعتكاف سنة في رمضان وفي غيره من أيام السنة، إلا أنه أشد استحبابا في رمضان وفي العشر الأواخر منه أشد استحبابا. ما يشترط في المعتكف؟ يشترط في المعتكف 1 الإسلام، 2 العقل، 3 النقاء من الحيض والنفاس والجنابة. ما آداب الاعتكاف؟ آداب الاعتكاف 1 الاشتغال بالطاعة، مثل قراءة القرآن الكريم، ذكر الله تعالى، درس علم وغير ذلك. 2 الصيام. 3 البعد عن الفحش في الكلام. ما شروط الاعتكاف؟ شروط الاعتكاف 1 النية، كسائر العبادات تحتاج إلى نية. أما إذا كان الاعتكاف منظورا فعليه أن ينوي أنه نفسه نويت الاعتكاف المنظور. أما اعتكاف السنة نويت سنة الاعتكاف. 2 اللبس في المسجد، أي يظل المعتكف داخل المسجد للعبادة لا يخرج منه بقدر زمن فوق الطمأنينة في الركوع ولو تسليحا. ما أركان الاعتكاف؟ أركان الاعتكاف 1 المسجد، قال تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. 2 اللبية، أي الإقامة في المسجد ولو لحظة. 3 نية الاعتكاف. 4 المعتكف. ما مبطلات الاعتكاف؟ مبطلات الاعتكاف 1 الخروج من الاعتكاف المنظور، أي المفروض، من المسجد إلا لحاجة، ومثال الحاجة التبول، الغائط أو الغسل أو للشرب أو للأكل. فإذا خرج المعتكف بلا حاجة قبل انتهاء مدة الاعتكاف المنظور بطل اعتكافه وعليه القضاء. 2 الحيض أو النفاس، لحرمة بقاء الحائض أو النفساء في المسجد ويجوز اعتكاف المستحاضة. 3 الردة أو السكر أو الجنون. 4 الوطء أي الجماع. 5 الإنزال. أما الاحتلام فلا يبطل الاعتكاف.